المجلس الإقليمي للسياحة كنشتغلوا على أن مدينة تطوان بغيناها تكون وجهة دائمة ورسمية للسياحة، وما دائما ملي كنذكروا السياحة ما كنقتصروش في السياحة ديال الأجانب فقط، لأن حنا عندنا السياحة واحد 60-70% ديال السياحة هي السياحة داخلية ديال المواطنين المغاربة اللي كيزوروا هذه المدينة. فكاين مشاريع اللي هي دابا في طور الانجاز ديالها، من ضمن اكبر مشروع هو مشروع ديال ترميم المدينه العتيقه، وغتكون عندها واحد الايقاع ايجابي بالنسبه للسياحه. كذلك عندنا سهل المرتي اللي هو طبعا مشروع طويل، ولكن بالنسبه من بعد الانجاز ديالو ان شاء الله غيكون عنده واحد الايجابيات كبيره، لان غيكون هناك لي ريستورون مطاعم، غيكونوا هناك كاين امور ديال السياحه، الفنادق اللي غيكونوا على الضفاف ديال وادي مرتيل. كذلك حنا بصفتنا كمجلس الاقليمي للسياحه قمنا ببعض اتصالات مع المستثمرين المغاربه والاجانب باش نخلقوا واحد النوع ديال الاستثمار يكون في المدينه ديالنا، والحمد لله كاين بعض المستثمرين من هذه المدينه ديال مدينه تطوان اللي عندهم غير على مدينتهم، وصراحه غيقوموا بمشاريع مهمه جد مهمه في المدينه ان شاء الله في خلال هذه 3 سنوات القادمه ان شاء الله. هنا مدينه تطوان دائما سياحيه في الدرجه الاولى، مراكز تجاريه. فالسنوات هذه الاخيره السياحه في مدينه تطوان نزلت بواحد الوتيره كبيره، فهذا ناتج على واحد العديد من المشاكل، من ضمنها ما كاينش خطوط جويه لمدينه تطوان، لان باش تخدم السياحه في مدينه تطوان خص يكون عندك المنافذ، المنفذ هو اما المنفذ بحري او منفذ جوي او عن طريق الطريق الوطنيه. فقمنا باتصالات مع العديد من المسؤولين بحال المطار ديال سانية الرمل اللي اكدوا لنا ان المطار هو جاهز وعنده الامكانيه انه هو تنزل فيها جميع الطائرات. وقمنا باتصالات مع بعض الشركات ديال الطيران، ولكن لحد الساعه ما كاينش اللي وافق او اللي قبل انه يدير معنا هذه القضيه. كنطلبوا من المسؤولين اللي كاينين في المجلس الوطني للسياحه والمسؤولين على هذه المدينه ديال تطوان يكونوا يد معنا باش نحاولوا نجيبوا خط او جوج الخطوط لهذه المدينه، لان اذا ما كانتش عندها خط جوي كيجيو فيه السياح او خط بحري، لان كما كنعرفوا الخط البحري كاين عن طريق طنجه وكاين على السبته، ولكن على السبته عندها الطمه ديال باب السبته اللي هي صراحه عندها واحد النسبه ديال 70-80% بالنزول عدد السياح في مدينه تطوان، لان باب السبته كنعرفوا دائما الاسبان كانوا كيجيو كيدخلوا من باب السبته، كيدخلوا كيجوزوا ويكاند في تطوان او دوجو او يومين في تطوان وكيمشيو بحالهم. دابا كيلقاو عراقيل كبيره فكيضطروا انه يجيو عن طريق الميناء ديال طنجه. ملي كيوصلوا لميناء طنجه طبعا الوكالات السياحيه او لي توبيراتور اللي كاينين في طنجه كيبغيوهم ينزلوا في طنجه، كياخذوا لهم فنادق في طنجه، المطاعم في طنجه، فما كتستافد تطوان. فكنجدوا احنا هاد المسؤولين على هذا القطاع الله يجازيهم بخير، احنا بغينا الخطوط الجويه تكون عندنا في تطوان، والخط البحري لما لا ما نقولوش ان يتعمل مارينا سمير كخط كمنفذ بحري بالنسبه كنسبق وكان يكون منفذ بحري بالنسبه لمدينه تطوان. وكذلك باب السبته راه هذه واحد المشكل كبير اللي كنعانيو منه، كنا سبقنا ربطنا اتصالات بعض المسؤولين وعطاونا وعود ان يمكن يتفتح واحد الخط خاص ديال السياح، وهذا كان واحد المعبر خاص في باب السبته كيدخلوا فيه الحافلات السياحيه ديال الاجانب كيدوزوا فيه بطريقه سهله باش يمكننا، لان ما يمكنناش حنا مشكل كاين في باب السبته وغنوقفوا الخدمه ديال كل شيء. فاحنا بالنسبه لنا كمجلس اقليمي السياحه هادو الحاجات اللي كنشتغلوا عليها مهمه بالنسبه لنا، الاوليه هو المطار، ثانيه خط بحري، ثالثه هو باب السبته خص تشوف له الحل، وخصوصا ان يتفتح واحد المعبر خاص بالحافلات السياحيه. اذا تفتح هذا المعبر خاص انا كنأكد من هذا المنبر ان واحد النسبه مهمه جدا ديال السياح غتزاد في مدينه تطوان،
خصوصا حنا كنعرفوا ان كاين السياحه ديال الصينيين اللي كيجيونا الان عن طريق اسبانيا. فالصيني ملي كيجي كيبغي يزور سبته، ما كي دابا حتى الشركات الاسبانيه ما بقاوش يعبيو يزور سبته ويدخل من سبته، كيضطروا يجيبوه من اسبانيا مباشره من طنجه. فهذا ما كنستافدوش حنا مدينه تطوان، كتستافد طنجه موراها كيمشيو شفشاون. يعني تطوان كتبقى واحد فحال اسكار، يمكن يدوزوا فيها جوج ساعات ثلاثة ساعات، وهذا غير الكافي. لان كيف ما كتشوفوا مدينه فيها فنادق، وعندهم الناس مستثمره فنادق ومطاعم وشركات سياحيه، وكذلك النقل السياحي كاين شحال شركه نقل سياحي، وكنحسوا كنعيشوا واحد الركود من ناحيه السياحه. فكنناشدوا من هذا المنبر هاد المسؤولين يحاولوا يتساعدوا معنا ويتجاوبوا معنا باش نكونوا، لان احنا كمجلس اقليم السياحه جينا باش نعطيو افكار، باش نعطيو الحلول لهاد المدينه باش تحاول تنتعش سياحيا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.